لقاء علمي بمناسبة مرور 10 سنوات على استقرار منصة البحث كردة بالمغرب. اللقاء كان مناسبة لتقديم الشركاء المحليين والدوليين للكردة والفلاحين والفاعلين الأساسيين في مجال التطوير الزراعي، وتقديم أبرز التقنيات والدراسات الحديثة لتطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية المستعملة في العقد الأخير. تم تطوير أكثر من 22 صنف على مدار 10 سنوات الفائدة، لها قدرات عالية جدا في التعامل مع الحرارة، مقاومة الأمراض ومقاومة الجفاف. أحد الأصناف اللي احنا فخرين بها هي صنف السنة دي، عنده قدرة على إنتاج ما يعادل نفس الإنتاجية تحت معدلات الأمطار العادية ولكن بنفس مقدار الأمطار. يعني النجاحات المنصة اللي يعني ممكن احنا ناخد ساعتين نتكلم فيها ما كانش ممكن تكون إلا بدعم من المملكة المغربية. اللقاء عرف التدخلات المهمة للباحثين والمطورين الزراعيين بالكردة والمعهد الوطني للبحث الزراعي تصب في منح إيجاد حلول متطورة ومبتكرة للاستجابة للتحديات المناخية والجفاف بتنسيق مع كافة الشركاء. avec les Cardas nous avons développé une banque de gènes donc au niveau de Rabat. طورنا إلى جانب الكردة بنك الجينات الوراثية مقره بالرباط ويحتوي على 150 ألف بذرة من شأنها الإسهام في تطوير الأصناف الجديدة المقاومة للتغيرات المناخية. تمكن أيضا من تكوين باحثين ومهندسين زراعيين أكثر من 150 دكتور وباحث سيحملون مشعل البحث العلمي وتطوير المجال الزراعي بالمغرب. المناسبة كانت كذلك فرصة للاحتفاء بشباب المناطق القروية ودعم مشاريعهم ومواكبتهم لتسهيل وصولهم لحلول تكنولوجية زراعية جديدة قصد الحفاظ على الأراضي الزراعية الأسرية ومن خلق فرص وظائف وتحسين الدخل في المناطق ذاتها.